انت غير لما تتجوز وتبقى انت حلالها، ومش عايز اخبط اكتر من كده، بس المعنى واضح، لانها انثى، انثى من الداخل، ولكن هي مش من الاناث المايعة شوية، صبورة قوي، عنيدة قوي، تقيلة قوي، ومتحكمة في مشاعرها قوي، عكس الفارسة العنيدة انثى برج الحمل، وواقعية، وذوقها في الاكل كده. احنا بنتكلم عن الثورية، ملكة التقل والرزانة والعقلانية. يلا بينا. اهلا باجمل ناس في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين. طول شهر رمضان هناخد سلسلة كل يوم انثى من نساء الابراج. ابتدينا بالحمل النهاردة، الطور بكرة، الجوزاء نخلصها، وبعد كده ندخل على الرجال كده في شهر رمضان الكريم. ولكن برحب بيكم وادعو اللي ما اشتركش يشترك، والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، وتشاركوا معايا كده وقولوا لي ابرز 3 صفات كل ثورية دلوقتي شايفاها في نفسها ايه، وتكتب لي في التعليقات، انا بقرا كل تعليقاتكم. انثى برج الطور هادية، هادية من بره، وان كان اللي جوه عكس كده، بس اللي يهمنا الظاهر. عندها قدرة فظيعة زي ما كل الابراج الترابية عندها على التبارد، يعني تبقى بتغلي من جوه وانت مستفزها قوي، وبتتبارد لحد لهدف في دماغها كده، عايزة تفرسك، انت مش نازل لها من زور، لانها ما بتنساش. انا قلت الابراج الترابية على رأسها الطور ما تنساش اللي حصل معها، اي دقة نقص اتعملت ما تنساهاش، وتفضل شايلها لك كده وعلى جنب، وممكن تتناسى، تعمل نفسها ناسية، انما تنسى يعني نهائيا او اطلاقا نو، ما بيحصلش. من اكتر نساء الابراج الصادقة اللي انت ممكن تقابلها في حياتك، عشان كده تكره قوي الحورتاجيين، وتكره اللي يلف ويدور، ولو فقدت الثقة فيك مرة صعب ان هي تديها لك تاني. عشان كده بقولك اظبط نفسك من البداية لو انت داخل على ثورية، وافهم دي كلها صفات وطباع جوهرية وسحرية قوي في انثى برج الثور، لازم ان انت تخلي بالك منها، سيدة من اسياد التجاهل. اذا انت فكرت تلعب لعبة كده انا عارفها، واغلب اللي شايفيني فاهمينها، فانت هتجيبه لنفسك، لان انت كده رايح تبيع المية في حارة السقايين، يعني الناس اللي هم بيصنعوا المية او بيستخرجوا المية، والمعنى مجازا طبعا، ووصل اللي انا عايز ان انا اقوله. عايز كده واحنا بنكمل، لو الحلقة دي عجبتكم كالعادة ندوس لايك نشير عشان توصل لبقية اصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الاشعارات، ده لو عجبتكم يعني. دائما او غالبا ما ترحل في صمت، يعني لو لقيتك ان انت ما تستاهلش، ان انت قليل الاصل، من النساء اللي بترحل في صمت. في نساء قبل ما ترحل لازم تقول اللي جواها، يا اما تعيا يا اما يحصل لها حاجة، ولازم تديك نصيبك من الكلام الاول. الثورية في احيان كثيرة، ولكل قاعدة استثناءات، ولكن ده طبعها واللي نعرفه عنها، ترحل في صمت. خسارة الكلام فيك، خسارة العتاب، اتحرق وكفاية اللي انا ضيعته معاك من وقت ومن تضحيات ومن، وصعب ان هي تنسى، وصعب ان هي ترتبط بعد ما تخرج من علاقة دايركت على طول. عشان كده لو في انثى طور خارجة من علاقة وانت رحت وقالت لك انا بحبك، او انا مش هتقول لك انا بحبك، لان غالبا ما بيعرفوش يحوروا، يعني اتكلمت معاك وكده، فلا تنخدع ان هي بدأت تحبك، لا، اتقل شوية لحسن تلبس، تلبس في عمود، وانت اللي هتقول يا ريتني. دي من اكتر الناس اللي لازم تاخد وقتها قوي على ما تعمل عملية استشفاء لنفسها، ليها مبادئ صعب جدا تغييرها. يعني انت لو رايح تتقدم لثورية، داخل في علاقة، رايح تتجوزها، وفيها بعض الصفات او المبادئ اللي هي مقتنعة بيها ومش عاجباك، هتتعب عشان تغيرها، ما تفتكرش ان الموضوع هيجي بالساهل، انت هتعاني الامرين معاها في النقطة دي. مع هذا كله، مع قوة شخصيتها دي، دايما تلاقيها في حاجة لرجل قوي تعتمد عليه او تشاركه حياتها، والاحاديث الجدية تستهويها اكتر من الاحاديث اللي هي التافهة واللي ما فيهاش فايدة، المناقشات السياسية العلمية، الحاجة اللي فيها معلومات او فيها ثقل كده، تلاقي الثورية تنصت لها باهتمام اكتر من التفاهات شوية، ويزداد الصفة دي معاها
كل ما تتقدم في العمر وكل ما تكبر، وهي يعتمد عليها جدا، وشخصية عملية من الدرجة الأولى، مرتبة ونظيفة، نظيفة بشكل يعني، وإن كان لكل قاعدة استثناءات، ولكن الثورية من النساء اللي بتهتم بجمالها وبنظافتها جوه بيتها قوي. بره هي من النساء الخجولة شوية يعني، الثورية، وبرضه أقول لكل قاعدة استثناءات، من النساء اللي بيسيطر عليها خجل شوية، ولكنها متمسكة بالنظام قوي، وتحب إن هي تنظم وترتب وتبقى جوه بيتها كده وفي نفسها مرتبة ومنظمة، ما بتستسلمش للأوهام إطلاقا، لا تحب إن هي تكون واقعية زي ما احنا قلنا، ودايما ذوقها مختلف. أنثى برج الثور من النساء أو البنات اللي ليها ذوق خاص وما تحبش تقلد حد. في بنات ونساء تقلد، الثورية ما تقلدش، الثورية تحب تكون حاجتها كده بتاعتها ومتفردة بيها ومتميزة ومميزة ليها، وبتتمتع ببنية جسدية قوية. يعني شايفين لما قلنا عن أنثى برج الحمل امبارح كده في الحلقة اللي فاتت، الثورية بقى يعني جسمها قوي، لذلك صعب ان هي تمرض، ولكن لو مرضت او جالها مرض لا قدر الله صعب ان هي تشفى، يعني بتاخد وقت على ما تصحى وبتاخد وقت على ما تبقى كويسة. هي عندها طاقة عاطفية وعندها مشاعر كبيرة قوي، وصعب ان انت تلحظ ده قبل الجواز، يعني انت لو مرتبط ببنوتة تور او في الخطوبة او كده، انت مش هتعرف قد ايه حجم انوثتها غير لما تتجوزوا وتبقى انت حلالها، ومش عايز اخبط اكتر من كده، بس المعنى واضح، لانها انثى، انثى من الداخل، ولكن هي مش من الاناث المايعة شوية، يعني حتة المايعة عند انثى برج الثور مش عالية شوية، وده اللي ممكن يخليك انت في البداية تحس ان هي صلبة قوية، مش فاهمين جفة المشاعر او كده، هي مش مايعة، ولكن هي عندها كتير قوي محوشال صاحب نصيبها. وبكده انا مش عايز اطول عليكم بقى عشان ما اوجعش دماغكم، اكيد الثورية في حاجات كتير قوي نقدر ان احنا نقولها، كمان مطبخها وذوقها في الاكل تحفة حاجة، يعني من النساء اللي عندها نفس جميل في الاكل كده، وتلاقي الاكل طيب وشهي وبتحب الاكل عامة، معظم اناث الطور تلاقيهم يحبوا الاكل، ولكن هي كمان من الاناث اللي هي برضو قبل ما اختم يعني ما بيعجبهاش الحال المايل والنقد، هنا بقى ده العيب، لسانها احيانا بيحدف دبش، هي المشكلة في كده، تسكت تسكت، ولكن لو اتفتحت واتضايقت منك او انت عملت حاجة غلط فهتاخد بلوك في وشك، البلوك اللي هو الابيض الكبير ده، ولكن غالبا وليس دائما بتكون معاها حق، لان زي ما قلت من الاناث اللي ما بيعجبهاش الحاجة المايلة او الحاجة المعوجة، فاستحملها بقى، ولكن واحدة واحدة وبالهدوء وباللطافة والروقان كده، الثورية من الاناث اللي مع العشرة تدمنها وتتعلق بيها، يعني بتاخد وقت، ولكن بيبقى التعلق بيها تعلق جنوني، ورأيها دايما في حكمة وفي عقلانية وقابل للتنفيذ وبعيد عن الأحلام اللي هي طايرة في الجو كده ما احناش طايلينها، ولو قعدنا نتكلم معانا للسحور فأنا هكتفي بالقدر ده، وهستنى أراكم في التعليقات، واللي بيسأل ازاي يتواصل معاه الانستجرام الفيسبوك قنواتنا التانية، يا ريت تشتركوا فيها، بنعمل لايف كل ليلة على الانستجرام ولايف يوم الجمعة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وإلى اللقاء بكرة مع ملكة الدلع، ملكة الفرفشة، أنثى برج الجوزاء.